وده الفيديو بتاعنا النهاردة. هنفرز البسلة والجزر بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص. وانت بتطبخيها تاخد وقت بسيط جدا جدا، هتنجز معاكي بقى ان شاء الله في رمضان. دي تفرزات رمضان. كل سنة والجميع بخير، ربنا يا رب يعود علينا بالخير واليمن والبركات، وكل ربنا ان شاء الله رفع البلاء والوباء، اللهم امين واياكم. يلا اسمعوا الفيديو للاخر، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحلى متابعين وأحلى مشتركين لقناة سفرة الهانم، يا رب تكونوا بألف خير وأتم صحة. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا خفيف وبسيط. يلا بقى نبتدي كده موسم التفريزات عشان شهر رمضان بإذن الله. كل سنة والجميع بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض البسلة بطريقة بسيطة وجميلة جدا. البسلة والجزر، الجزر أهو أنا قشرته وقطعته قطع صغيرة، والبسلة كمان نقعتها في مية، غسلة غسلة كويسة. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض. يلا سموا الله كده ويلا نبتدي. دلوقتي خلاص غسلت البسلة وصفتها في المصفة دي اهي زي ما انتم شايفين، وهنا حاطة مية بتغلي اهي، المية داخلة كده على غلية. انا عايزة المية كده بالظبط، مش عايزاها اكتر من كده. هعمل ايه بقى؟ تعالوا كده اقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى، هاخد كده من البسلة تمام، واحط هنا، هنحط بتاع دي بحالها كده اهو كده جزء اهو، ممكن تتحط كلها على فكره، الحله ما شاء الله كبيره يعني، حلوه جدا. خلاص بصوا بقى، حطيت كده البسله في الميه، الميه دوبك ايه كانت داخله على غليه. خلاص هقلبها بقى كده تقليبتين كده، انا احطها في الميه 5 دقايق بس لحد ما تحسي كده ان ايه لونها اخضر قوي او لونها الخضار بتاعها زهزه كده اهو. خلاص 5 دقايق بس وهشيلها، احطها في ميه ساقعه، ميه ساقعه من الحنفيه، لان احنا الايام دي الجو ساقع جدا 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 اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، خلاص كده حلوه قوي هي كده، بقى لها 5 دقايق اهي. هشيلها بقى احطها في الميه الساقعه. دلوقتي انا حاطه اهو الميه دي، ميه ساقعه اهو، ميه ساقعه تلج. هبتدي بقى دلوقتي انزل بالايه، بالبسل كده المصفى كده زي ما انتم شايفين اهو. بص اهو، هحط بقى جزء جزء كده، هاخده من المصفى اهو لحد ما اخلص ايه الكميه كلها. بس شايفين بقى كده، خلاص كل الكميه خلصتها، حطيتها هنا اهو. هسيبها بقى احطها في مصفى واسيبها تنشف، وبعدين نحطها في الاكياس زي ما انتم. بصوا بقى دلوقتي خلاص حطيتها في المصفى تصفى خالص، تصفي ميتها. وقطعت الجزر اهو، لسه بقيت الجزر كمان اقطعه، ونشوف كل ده بقى اما اخلص الجزر ان شاء الله. احنا بقى من دلوقتي هبتدي اعبي البسله اهو. بصوا بقى هحط دلوقتي، هبتدي احط الجزر على البسله عشان اشوف كميه الجزر اخضرها ايه تمام. هقلب بقى كل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اسالك البركه في كل شيء. بصوا بقى كده انا محتاجه جزرتين. بصوا بقى دلوقتي قطعت جزر تاني اهو، هحط بقى كده تمام واقلب كل ده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اسالك البركه في كل شيء زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ايه اعبي اهو،
طريقة سهلة جدا. عايزة اقول لكم ان انا عندي طريقتين للتفريز. اول طريقة اللي انا قلت لكم عليها، تحطيها في مية يا دوبك داخلة على غليان كده 5 دقايق، وبعدين تطلعيها في مية ساقعة جدا، دي طريقة، وتسيبيها ما تنشف خالص. الطريقة التانية بقى اللي عايزة اقول لكم عليها، عادي خالص، انا بفرز بفصص البسلة واغسلها غسلة تمام ممتازة جدا، واقطع الجزر وافرزها كده زي ما هي، من غير بقى ما احطها في ميه مغليه وميه ساقعه واي حاجه. يعني انا عامله كميه كده وعامله كميه كده. الطريقه بتاعتي بقى دي، الطريقه التانية دي اللي هي تحطها في ميه مغليه 5 دقايق بعدين ميه ساقعه، الطريقه دي بتنجز معاكي جدا. انتي بقى في رمضان ومتاخره وعايزه تعملي اكل على السريع، مش هتاخد منها معاكي وقت، مش هتاخد معاكي وقت، هتنجز معاكي جدا. يلا بقى كده دلوقتي نعبي. جبت الاكياس اهي، خلاص عبي بقى كده. بتعبي الكيس بقى على قد ايه استخدامك، او على قد على قد افراد اسرتك. يعني انا شايفه كده حلو قوي اهو. حط كيس كمان. احنا عندنا هنا في الغردقة البسلة الكيلو ونص ب10. بصوا بقى يا بنات، دي الطريقة التانية اللي انا قلت لكم عليها، ان انا بجيبها زي ما هي كده، بغسلها غسلة كويسة وانشفها، وبعدين احطها في الاكياس اهي من غير جزر بقى خالص. دي طريقة برضه، دي الطريقة التانية. خلاص اهو، عايزة اوريكم كمان كيس كان في الفريزر اهو، الثلج حتى فيه اهو، زي ما انتم شايفين كده. لما عاوزه بقى بطلعه اهو. عايزه بقى الخضار سوتيه، عايزه شوربه خضار زي ما انا عايزه. دي بردك طريقه تانية غير الطريقه الاولانيه اللي انا نزلتها. خلاص خلصتها، كيستها كلها. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا عندي الميزانه الزئرده دي، ميزانه كده صغنونه خالص بس تحفه بتنفع. يعني عملت بقى كل الاكياس زي بعضها. بصوا اهو اهو، شايفين ايه؟ اوزن كده واعرف بقى هي كام جرام. خليت الاكياس كلها زي بعض، ايه رايكم بقى كده؟ اعملي كل حاجه في البيت، ضبط نظافتها، بتوفر معاكي كتير. الطريقه دي بتنجز معاكي جدا لو انت عايزه على السريع. لو انت عايزه الطريقه التانيه تفرزيها زي ما هي كده، مفيش اي مشكله. يلا كده الفيديو بتاعي خلص، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ودعوه طيبه. يا رب اكون فدتكم النهارده، وشيروا كده وشاركوا الفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.